أغلب مقاهي مدينة الجديدة المغربية على هذه الحال لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، فيما يبدو الجمهور الحاضر هنا متلهفا لهدف يهدئ أعصابه، لا سيما بعد ضياع عدة فرص لأسود الأطلس. فالمقابلة كتبان بأنها صعبة بحكم أن المنتخب ديال جنوب إفريقيا راجع كل اللور، المنتخب المغربي قايم بمقابلة كبيرة كيحاول باش يسجل. كنتمنى أن في الشوط الثاني المنتخب المغربي يسجل هدف ونبقاو متصدرين إن شاء الله المجموعة بتسع نقاط. تفرجنا في الشوط الأول، يلا الشوط الأول تفرجنا في الماتش تاع المغرب، عجبني بزاف الشوط الماتش تاع المغرب، كنتمنى أنهم يربحوا، كانوا لاعبين مزيان لعبة المغرب، وكنظن أمرابط إن شاء الله غادي يربحنا. بالنسبة للشوط الأول كان ناقص شوية على حساب الماتشات اللي كانوا قبل، وكنتمنى هذا الماتش نربحوا إن شاء الله. أجواء حماسية وحضور مميز للمرأة الدكالية، حتى بعض كبار السن من الرجال والنساء لم يبخلوا على المنتخب بالتشجيع، لتأتي الدقيقة 87 بما تشتهي سفن عشاق المنتخب الوطني بعد أن تمكن مبارك بوصوفة من توقيع هدف الفوز لرفاق حكيم زياش. كنهنئ المنتخب الوطني على هذه النتيجة الجيدة اللي حصل لها، وهذا كان شيء متوقع نظرا للعرض القوي اللي كان قدم المنتخب الوطني ضد منتخب كوت ديفوار، وبالتالي هنئ المنتخب، والمنتخب كنظن انه غادي يمشي بعيد في هذه المنافسة. رونار تمكن من فك العقدة ديال قبل ديال الفريق ديال كوت ديفوار، والان انه فك العقدة ديال جنوب افريقيا. عندنا معها تاريخ، في 98 هزمنا بهدفين لهدف، 2002 هزمنا 3-1، في 2004 تعادلنا 1-1، وفي 2013 تعادلنا كذلك ب2-2، ولكن الآن هذه المباراة كانت مباراة ديال رد الاعتبار. نتيجة كما أكد ذلك أهل دكالة أنهت عقدة الخسارة أو التعادل التي لازمتنا مع منتخب البافانا بافانا، وأعطتنا العلامة الكاملة للمرور إلى الدور الأول بمعنويات مرتفعة والتنافس في اللقب القاري.